انا عايز بس ارجع اقول لحضراتكم الرقم، لان ده السيد وزير الكهرباء كان المفروض يعرضه لحضراتكم، ولكن انا هعرضه بالنيابه عنه. وقت ما اتعمل خطه اعاده هيكله لتسعير الكهرباء على مدار 5 سنوات، واعلنها السيد وزير الكهرباء في 30/6/2020، كان في مؤتمر 9/6/2020، اعلن هذه الخطه. كان حاطط هذه الخطه على اساس سعر صرف متوسطه 16 جنيه للدولار، لان طبعا تسعير الكهرباء مرتبط بالغاز اللي هو بياخده من وزاره البترول، وايضا بتسعير يعني عالمي هو معروف. فكان التسعير ان المفروض ان الكهرباء معموله على اساس الدولار ب 16 جنيه. وقال الطبيعي والمنطقي لو السعر الصرف اتغير هتتغير الاسعار. فعليا احنا النهارده خدنا قرار بعدم زياده هذه الاسعار بالكامل على المواطن المصري لمده سنه. طب الخطه ببساطه شديده كانت محسوبه على 16 جنيه، النهارده طبعا سعر الدولار يعني حضراتكم متابعين معانا وحصلت فيه زياده. الرقم فعليا نتيجه لهذه الزياده وعدم تحملها وعدم تطبيق الزياده الاصليه اللي كانت هتزيد لو كان الدولار فضل ب 16 جنيه، الاثنين مع بعض الدعم اللي هتتحمله الدوله في قطاع الكهرباء فقط في سنه واحده بنتكلم في 43 مليار جنيه. يعني احنا هنشيل كقطاع كهرباء عن المواطنين بسبب تثبيت الاسعار وعدم تطبيق الخطه وعدم تحميل الخطه زياده فرق سعر الدولار، هنتكلم في 43 مليار جنيه اخرى غير ال 67 اللي احنا اتكلمنا عليها. انا بس بدي لحضراتكم عشان نعرف قد ايه الدوله النهارده المصريه شايله عن او بتحاول انها تقلل من الاعباء عن الاسر المصريه في هذا الظرف الدقيق، لان كل همنا زي ما بقول لحضراتكم احنا نعي تماما يعني الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها الاسر المصريه، وبنحاول بقدر الامكان احنا كحكومه في ادار قدراتنا الماليه والموازنه بتاعتنا. اللي برضو حضراتكم مره سالتوني طب لما وسالت وزير الماليه لما اعلنا عن ال 67 انتوا هتجيبوهم منين، وقلنا من الاحتياطيات بتاعتنا، بنحاول بقدر الامكان ازاي ان احنا يعني نعدي ببلدنا، وبحيث برضو ما نأثرش على مستهدفاتنا فيما يخص أرقام الموازنة وكل الأداء الاقتصادي اللي احنا بنحاول بقدر الإمكان وإن شاء الله قادرين إن احنا يستمر في حالة الانضباط المالي اللي احنا بنأمله دائما.